كده الموشن جراف ده عن صفقات السلاح في مصر. نشوف. طبقا لدراسة من معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام، تحتل مصر المرتبة الثالثة عالميا من حيث استيراد السلاح خلال الفترة بين 2014 و2018، وضاعفت 3 مرات حجم وارداتها مقارنة بالفترة بين 2009 و2013 بزيادة مئوية فاقت 206%. وتحصل مصر على 5.1% من مبيعات الأسلحة في العالم، وتعد مصر أكبر مستورد السلاح الفرنسي على مستوى العالم بأسلحة تنوعت ما بين طائرات مقاتلة وحاملات مروحيات وفرقاطات. استوردت مصر منها بواقع 37% من حجم استيرادها للأسلحة، وبواقع 28% من مبيعات أسلحة فرنسا لكل دول العالم. كانت أبرز الصفقات بين مصر وفرنسا طائرات الرافال في إطار عقد بقيمة 5.9 مليار دولار تم توقيعه عام 2015. كما وقعت مصر في أكتوبر 2015 عقد بشراء حاملتي طائرات الهليكوبتر المعروفة بمستيرال وست قطع بحرية بمبلغ وصل إلى 1.1 مليار دولار في ذلك الوقت، بينما جاءت روسيا في المركز الثاني بواقع 30% من جملة استيراد أسلحتها. وكانت أبرز الصفقات بين مصر وروسيا 50 طائرة ميج 29 بتكلفة وصلت 2 مليار دولار في ذلك الوقت. وفي مطلع مارس 2019 نشرت الصحف الروسية عن قيمة صفقة أولية ل20 طائرة مقاتلة سوخوي 35 بقيمة بلغت 2 مليار دولار على أن يتم تسليم المقاتلات خلال عامي 2020 و2021. في ظل تقليل من حجم استيراد الأسلحة منها بعد الانقلاب، تأتي الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة بنسبة بلغت 19% من حجم استيرادها للأسلحة. فقد استوردت مصر العديد من الصفقات، أبرزها 20 مقاتلة F-16 و12 طائرة نقل عسكرية و4 قوارب حربية و6 زوارق حربية سريعة بصفقات لم يعلن عن قيمتها، بينما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية في نوفمبر 2018 عن صفقة بلغت 1.2 مليار دولار لبيع 10 طائرات هليكوبتر من طراز أباتشي. أرقام بمليارات الدولارات عن صفقة أسلحة معلنة وأرقام أخرى لا تعلن، بينما تبلغ نسبة الفقر في مصر 32% وجيش لا يخوض الحروب ويتاجر في الخضروات والجمبري.